هل طاعة الأخ الكبير والأخت الكبيرة واجبة؟ وهل إذا كان الأخ متسلطا تجب طاعته؟ لا، الطاعة للوالدين، طاعة الوالدين، لكن هذا من الأدب، من الأدب أن يطيع الصغير الكبير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، فطاعة الكبير خاصة إذا كان أخا هذا من الأدب، أن يطيع أخاه الأكبر أو أخته الكبرى.